المضاعف المشترك الأصغر. مرحبا بكم، سأقوم اليوم بحل تمارين لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر لعددين، وأتمنى في المستقبل أن تستطيعوا حل مثل هذه المسائل بأنفسكم. لدينا ميم ميم ألف، وهو اختصار للمضاعف المشترك الأصغر للعددين 10 و8. هناك طريقتين لحل هذه المسألة أو لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر. أسمي المسألة الأولى أو الطريقة الأولى بالقوة الغاشمة، القوة الكبيرة، والطريقة الثانية ستكون أكثر أناقة أو أسميها كذلك. لنبدأ بالطريقة الأولى، ما المضاعف المشترك الأصغر لهذان العددين؟ نكتب 10 ثم مضاعفات العشرة، 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 وهكذا. ولدينا 8 مضاعفاتها 16, 24, 42, 48, 44, 64, 72 وهكذا. إذا المضاعفات هي كأن نقول 10 ضرب 1 ضرب 2 ضرب 3 و8 ضرب 1 ضرب 2 ضرب 3 وهكذا. نلاحظ أن 40 هي العدد المشترك بالمضاعفات، وأيضا لدينا 80 هي أيضا مشتركة بينهما، وإذا استمرينا أكثر سنجد أيضا مضاعفات مشتركة مثل 160 على سبيل المثال. لكن نحن نريد هنا المضاعف المشترك الأصغر، أي أصغر عدد مضاعف مشترك بينهما، وهنا 40 هو المضاعف المشترك الأصغر. لننتقل إلى طريقة التي أسميها أكثر أناقة. إذا لدي العدد 10، ما هي عوامل العدد 10؟ كما أخذنا في الدرس السابق لدينا 1, 2, 5, و10. وما هو عوامل العدد 8؟ لدينا 1, 2, 4, و8. ما العامل المشترك بين هذه العوامل؟ لدينا 1، ولكننا طبعا 1 هو مشترك لكافة الأعداد. إذا ننظر إلى العامل المشترك هنا 2، إنه العدد 2. إذا نقول بأن المضاعف المشترك أصغر للعددين 8 و10، لنقول أن هناك قانون لهذا الأمر، وأستخدم طريقة أخرى نقول، وهو عبارة عن العددين مضروبين في بعضهم البعض، أي 8 ضرب 10. وهنا أستخدم النقطة إشارة لعملية الضرب. تقسيم العامل المشترك الأكبر، وهنا كان لدينا 2، إذن هو عبارة عن 80 تقسيم العامل المشترك الأكبر كما رأينا هنا هو 2، إذن لدينا 40. إذن يمكن القول بأن المضاعف المشترك الأصغر هو عبارة عن مضروب العددين تقسيم العامل المشترك الأكبر بينهما. إذن إذا لا يمكنك تحديد العامل المشترك الأكبر، يمكنك استخدام أسلوب القوة بإيجاد مضاعفات الأعداد ثم إيجاد أصغر أو أول مضاعف مشترك ما بينهما. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس، وأنه باستطاعتكم إيجاد المضاعف المشترك الأصغر بغض النظر عن أي من الطريقتين. أراكم قريباً.